16 سنة مع منتخب الأرجنتيني، أخيرا ميسي حقق اللقب الأول له على المستوى المنتخب الأول. طبعا ميسي حقق قبل كده الميدالية الذهبية مع المنتخب الأرجنتيني الأولمبي في أولمبياد بكين 2008، وحقق كأس العالم للشباب برضو مع المنتخب الأرجنتيني للشباب أعتقد في 2007، وده أول لقب طبعا يحسب له، كان لقب دولي كبير مع منتخب الأرجنتيني، وأول لقب لمنتخب الأرجنتين بعد 28 سنة غياب عن البطولات، ويتساوي مع الأرجنتين يصيد 15 بطولة لكل منتخب، يليهم البرازيل بفارق كبير 9 بطولات. هدف أنخيل دي ماريا ذكرنا بالهدف اللي سجله دي ماريا نفسه في بطولة أولمبياد بكين في 2008 عندما فازت الأرجنتين بالميدالية الذهبية، كان دي ماريا نفسه اللي سجل الهدف تقريبا بنفس الطريقة اللي سجل بها الهدف في مرمى البرازيل في المباراة النهائية، وكأنه القدر كان يخبي أو كرة القدم كانت تخبي لميسي يعني نهاية سعيدة جدا بعد فقدانه لأربع نهائيات سابقة، نهائي كأس عالم وثلاث نهائيات كوبا خسرها جميعا. كرة القدم تدين كانت لميسي بأنها تهديه لقب دولي، كان محتاج طبعا للفوز ده وعلى البرازيل وفي ملعبها وفي الماراكانا وبحضور جمهور كمان يعني، وجميع العناصر المنتخب البرازيلي الأساسية كانت متواجدة في المباراة بما فيهم نيمار. كانت طبعا مباراة جدا 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 صعبة. أخيرا إسكالوني لعب بطريقة 4-4-2 اللي هو المفروض كان يأدي بها من بداية البطولة، كان بيلعب 4-2-3-1 أو 4-3-3 طويلة البطولة. أخيرا شفنا كريستيان ريميرو في قلب الدفاع، ريميرو أحد أفضل قلوب الدفاع في الدوري الإيطالي، تاغليفيكو كان في الجهة اليمين، 4 لاعبين وسط. منتخب الأرجنتين كان بعاني طول الفترة الماضية من عدم توازن خط وسط فريق منتخب الأرجنتين، لو كان ثغر أو كان خلل كبير جدا في المنتخب كان بيعدل فقدان الأرجنتين لجميع البطولات اللي بيلعب فيها.